أنا برأيي أول شغلة اللي بده يأسس شركة جديدة، خلينا نحكي على القديم وعلى الجديد. نعم. يلي بده يأسس شركة جديدة أنا برأيي يحط رأس المال مليون فما فوق. نعم. مليون ليرة تركي، خاصة إذا كان عدة شركاء، يعني ممكن يكون فيها ثلاث شركاء أربعة شركاء، يعني أنا وإنت وأسامة وحازم مثلا، مثلا نحن نعم. أربعة شركاء بشركة، لازم يكون رأس ماله مليون فما فوق. بس في مشكلة صغيرة بهي الشغلة. نعم. إنه رأس المال لازم ينودع بالبنك، تمام؟ شلون بتم إيداعه هلأ بنحكي فيه. فأنا بنصح أي حدا هلأ بده يأسس شركة جديدة بتركيا، بده يفتح مطعم، بده يفتح معمل، بده يفتح ورشة، بده يفتح أي شيء، إذا بده يعمل شركة ليميتد، نعم. فيحط رأس المال مليون ليرة تركي فما فوق، نعم. تمام؟ طبعا هذا الشيء بتسجله أنت بالغرفة التجارية أول ما بتأسس الشركة، بس ما بيطلبوا منك فورا أنك تحطه إيداع، خلال سنتين من تأسيس الشركة لازم يتم إيداع هذا المبلغ بالبنك، تمام؟ نعم.